120 طفلا أدخلت البهجة لأسرهم ليلة النصف من رمضان في حفل ختان جماعي نظمته النقابة الأساسية لأعوان الصحة بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، كسنة حميدة اتبعتها منذ سنوات. بطبيعة الحال هذه معناتها ماهيش المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله إذا كنا حيين. احنا كل عام بمناسبة شهر رمضان المعظم تتولى النقابة الأساسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة تنظيم يوم ختان مجاني لأبناء أعوان الصحة وأبناء العائلات المعوزة. الختان لكل طفل هنا يتكلف بحلويات وعصير وهدية للطفل، معناتها ان شاء الله كل طفل ما يمشي الا بالهديه نتاعو، واحنا نعملوا فيه عمل معناتها مجاني كدعم واعانات لابناء العائلات المعوزه، وهذا نعتبره واجب، واجب العمل النقابي راه ماهوش كان ضربات وكان واحد العمل النقابي راه عمل انساني بدرجه اولى، وهذا داخل في صلب وفي مبادئ الاساسيه والحقيقيه للاتحاد العام التونسي للشغل. الاسبوع القادم ان شاء الله يمكن مش يكون يوم الجمعه، يمكن كذلك مش يكون في يوم الجمعه يوم السبت في مركز الثقافه الجاموسي، ماشي نتولوا استقبال 120 طفلا من ابناء قريه لسويس في المحرس، وماشي نجيبوهم لهنا وحضرنا لهم معناتها كسوه العيد وحضرنا لهم صبات العيد وهدايا كذلك، ان شاء الله هذوك ابنائنا واطفالنا. اجواء احتفاليه رمضانيه لاقت اعجاب كل الحاضرين، خاصه وان حفلات الختان في بلادنا اصبحت لها تكلفه ماديه عاليه، مما جعل هذه اللفته من النقابه تخفف ثقل كاهل رب الاسره وتدخل الفرح والاستبشار للعائله في شهر رمضان المعظم. أعز حاجة عملتوها إن شاء الله ديما في الأفراح هذه وفي المسارات إن شاء الله. خارق العادة يعمل كيف، جو باهي، شيء يعمل كيف، أمور ماشية كيف إن شاء الله ديما هكا. الله يرحم والديه، هذه مشكلة وكما تقولوا تنحط من القلب. الواحد كيما أنا واحد من الناس زوز غيرات فهمني، شيء طهارة وشيء فهمني، والحمد لله يا ربي. لقطة ممتازة جدا. نشكرهم ياسر، سرتو توا احنا في شهر رمضان، بارك الله فيهم يعطيهم الصحة، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله ديما تونس لاباس، وإن شاء الله صغيراتنا لاباس، إن شاء الله مستقبلهم هما خير من حاضرنا احنا. حاجة هايلة، حاجة خلق العادة، أنا سمحة علاش لا. حب وألم وخوف واحترام، مشاعر متبادلة بين الأولياء وأبنائهم وبين العائلة والنقابيين، في أجواء أكدت على شيء فهو وحدة التونسي وحبه لأخيه دون التفات لتوجهه، وفي صورة إنسانية من صميم ديننا الحنيف تصور عمق روح الاتحاد العام التونسي للشغل.